اسمي آية محمد محمد عرفة، طالبة بجامعة قناة السويس بكلية الزراعة. اخواتي معايا أميرة وأحمد وأسماء. سبب نزولي على وقفة عربية الفول ان بابايا جات له فترة تعب، جاله مشاكل في القلب، الدكتور منعه انه ما يقفش قدام نار خالص. بابا كان بدأ يعلمني الشغل، وواحدة واحدة بقيت الحمد لله كويسة. كان طبعا سني صغير، كان الكلام ده في 2009. الحمد لله رب العالمين، من ساعة ما عملت العملية هم واقفين معايا من قبليها كمان، بس ربنا كرمني بيهم، وما كنتش نفسي ان هم ينزلوا الشارع ولا يقفوا معايا على الفرش، بس الظروف هي اللي خلتني ابديها عن ان انا اجيب واحد يشتغل معايا، بحيث ان انا اوفر لها اليومية ديت اوفرها ليها هي. يومي بيبدأ طبعا من ساعة من قبل أذان الفجر، مامتي بتفرش معايا لحد الساعة 7:30 وتقف تشتغل. يبقى الوقت ده بقى فيه الشغل بس خفيف طبعا، فبتبدا بقى ان هي تروح شغلها، وبعد ما بتروح شغلها بتيجي ترجع تقف معايا. هي دي كل حاجه عندنا، يعني مثلا انا لو تعبانه هي بتطلع، لو في مشوار عايزين نعمله نقضيه هي بتروح تقضيه برضه، يعني بسند انا وابوها بنقف لحد هي ما تخلص وتيجي تروح كليتها وبتقف معانا على العربيه. وكمان لما بتيجي من الكليه بتلم معايا بجد والله، تقف تشيل وتحط وتلم وتروح تعمل معايا الاكل، تنضف لي البيت وتنضف الشقه كلها، يعني تعمل لي كل حاجه. طبعا بتبدا مذاكرتي من الساعه 12 بالليل. من الساعه 12 بالليل دي على حسب التوقيت بقى، ان انا الوقت بتاعي الموفر ليا ساعتين ساعه على حسب. طبعا الوقت الثاني اللي بذاكر فيه بيبقى طبعا مذاكرتي كلها في المواصلات. عمري ما هتكسف وانا واقفه على عربيه الفول، انا مش هتكسف خالص، ده فخر ليا، فخر ليا وفخر الاهل ان هم بيشجعوني على كده. الحمد لله ربنا بيقف جنبي في اي حاجه. لو مثلا حد بدا يتكلم معايا وحش ولا حاجه، هو بيحترمني غصب عنه علشان بيشوفني محترمه معاه. ماما وبابا مانعين اي مساعده من اي حد، انا هدفي ان انا اطلع اشجع اي بنت تعتمد على نفسها.